لكم معنا. أحب اليوم أحضرهم يعني الكثير في السنوات أجعلنا أكيد مع أولاكم نبدأ الوجهنا حقا لسنة عشرين من نريكم ثاني المشاهدين وأكيد ما قلنا ملاحظة اليوم يعني حنساعدكم كيف تطبيق وتجهيزه مع مشاهدين بشاهدين رمضان من عمل بصحة إن شاء الله وأكيد مع دورتنا دكتور هم حبيت كيف بشر وسنة رمضان معي كويس لينا عشان نكون نشتغل يا مشاهد من أكيد عصير طيب نبدأ يا مشاهد معك أول حاجة شنو؟ أول شيء طيب مرحبا حبب جديد في السودان بعمر فطالب كل مشاركة نحن اللي نعمل في الكتابية كل هذاك مكون خضرة صغير ومكون سي مكون اللحمة المفرومة طبعا يعني نضيف عليه العظيم موجودة في اللحوم مع واحد كرسي ودوه شوية ان شاء الله مع في مطعمية الثاني البصل عند المناطق كلها بتكون غذاء في الوقت يعني بصل وفي في حتى يعني تستعمل فوفو تستعمل اللي هو مطعم ما ممكن يمثل التكفير زمان شراء علف شايف اللي بيقول المفروض صفر طيب طيب قيمة كيف هي سيف أضمن اللي يكون مع الهواء ويكون في أهل غصبا عن يعني بين غصبا عن بيجوا علاش يرجع أضمن لحظة هي حضر وبعد كوش كورونا تنشر تكون صحية يعني تقيمة صحية عندك لو البصل وميد البصل في البصل بس تقول علينا أول الأهم الناس دكتور ما تفيد بينا استعمال كل ما فرش يعني هي أكثر تقنية وإنسانية بها اللي هي أنواع كلنا أنواع مجففة طبعا النقطة الحديدة فكان تقول في الفئات فكان حب شيء اختلف عشان حاجة بالضبط هي كثير من البصل هذا بس بتكون طيب في تجهيز صلب قبضة قيم فيها. أنت تقريبا درشة.
حاول تزيد عصير طماطم عشان
ثلاث حلقات انا من بيوت الحنيه بالنسبه لي يكون عندي لهم يعني كتومة اصلا يكون في الرد لحم اللحم اللحم فيها لحم قدرة مع غير ما جدا لهم تعريضة قرحة حاجة زي ملامية غير صحيح انت احمد حتجيها مع بصر اول مرة ملاحظين تاني موت يونيك في بعض الآيات الخمسية تعد من مصر نقول سلام أو كذا أو كذا بالنسبة لي زي ما يقولوا ال هذا بتاع ثقافة أي إنهم عايزين تصير معها أبو كلا نقوم في العالم كم جدنا صيدا كتير فيها احنا بلاحظ كثير يعني طبعا انه متكامل لا لا عم في الدنيا ممكن عم جدي او في الكسب
هو البيت البيت بتاع البيت من الكمية اللبن اللبن احنا اخ
دايما من
الضحك.